مشاهدينا أهلا بحضراتكم، وهذه الفترة التي نخصصها لمتابعة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 18 مليار جنيه. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة لمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة. نتابع في البداية تقرير عن هذا القرار وتفاصيله، ثم نعاود التواصل معكم لمتابعة الحوار والنقاش. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. إجراء إعلان لتعيين 30,000 مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه. تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنتي الامتياز. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجها سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكانة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكانة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي. كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، كذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجها سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخرا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات. كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنات وحوكمة منظومة الجمارك، فضلا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجها سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة بي آي إل للضمادات الطبية. وقد اطلع السيد الرئيس على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع الضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج. كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار. وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع المهم، وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر. إذن هي مجموعة من القرارات صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير، وعلى رأسها بطبيعة الحال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه لموظفي الدولة. معنا للتعليق على مجموعة القرارات وعلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور بشكل خاص الأستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، بعد التحية، كيف ترى مدى يعني انعكاس هذا القرار وتعبيره عن اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المواطنين؟ يعني بالتأكيد تحسين أحوال المواطنين والعاملين بالدولة وكل قطاعات الإنتاج والعمل في مصر، ده يعني هدف أساسي بيسعى إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني من خلال متابعته للأداء العام في الدولة. هذا القرار لم يأتي يعني مصادفة أو لم يأتي مثلا لأهداف معينة، لكنه هذه النتيجة وهذا القرار جاء بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. وهذه الزيادة لو تتذكري حضرتك أنه كان السيد الرئيس خلال فترة بسيطة جدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى من 800 جنيه إلى 1200 جنيه، ثم تلاه قرار آخر برفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه منذ أقل من عام. وأيضا خلال الأمس كان قرار تياتو برفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه. هنا يعني مسألة رفع الأجور والمرتبات بهدف رفع المعاناة عن المواطنين والعاملين بالدولة، ده خطة استراتيجية بتسير عليها الدولة وبيتابعها فخامة الرئيس بصفة مستمرة ومستدامة، لأنه ده بيأتي نتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي الدولة بتقوم بتنفيذه، وكان نتيجة هذا الإصلاح زيادة معدلات النمو. ولو لم يكن جائحة كورونا التي هاجمت العالم أجمع وتسببت في إضعاف أقوى الاقتصاد على مستوى العالم، لكن مصر في هذه الفترة أيضا كانت سباقة وكانت في مقدمة الدول اللي حققت معدل نمو غير مسبوق وهو 3.3%. أيضا بيأتي رفع الأجور والمرتبات في إطار نتائج ترشيد الدعم. الدعم كان يعني كان بيتكلف مئات المليارات من الجنيهات، وكان يذهب إلى غير مستحقيه. عملية ترشيد الدعم
ما يفيض من عمليات الترشيد بيتم ضخه في صورة أجور وخدمات لجميع العاملين. أيضا زيادة الإنتاج في قطاعات الدولة المختلفة وزيادة كميات التصدير الصناعي والزراعي الغير مسبوقة كان لها أيضا أثر كبير جدا في زيادة المرتبات. أيضا هذه الزيادات غير مسبوقة، وزيادات بتتمشى مع يعني الهدف الأسمى اللي بيسعى إليه فخامة الرئيس، إنه تتوازن الأجور والأسعار بحيث إن المواطن يستطيع أن يعيش في حياة يستطيع أن يحصل على يعني التزاماته ومستحقاته هو وأسرته. العامل الأساسي هو نجاح خطة الإصلاح اللي كانت شديدة القسوة وتحملها الشعب المصري، وهذه النتائج الإيجابية لهذا البرنامج اللي يعني حاز إعجاب مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات الائتمان الدولية والاستثمارات الدولية، كلها أشادت بخطة الإصلاح الاقتصادي المصري، وهذه الاستراتيجية اللي حققت نجاحات هذه هي النتيجة الطبيعية اللي سوف يتلوها أيضا نجاحات وزيادات كبيرة في المرتبات نتيجة نجاح البرنامج الاقتصادي المصري. هل تتوقع أن تكون في قرارات خاصة بالأسواق وبضبط الأسعار أو برفع درجة الرقابة أكثر مواكبة لقرارات رفع الحد الأدنى للأجور حتى تتماشى كما ذكرت الأسعار مع أجور موظفي الدولة؟ بالتأكيد دي نقطة في غاية الأهمية، والدولة بتوليها يعني عناية كبيرة جدا وعناية فائقة، لأنه أجهزة الرقابة في مصر بتعمل على يعني على قدم وساق، وتضع في يعني خططها مراقبة الأسواق بدقة شديدة وباستمرارية، لأنه البعض قد يرى في هذه الزيادات فرصة كبيرة لرفع أسعار منتجاته والسلع والخدمات التي يقدمها للمواطنين، لكن الدولة حريصة كل الحرص على أن يعني ينال المواطن حقه في زيادة الأجور والمرتبات، ولا تذهب هذه الزيادات إلى أيادي بعض التجار الجشعين، لأن هناك بعض يعني التجار اللي بيحاولوا إن هم يفسدوا على المواطنين يعني التمتع بناتج ثمار أعمالهم وناتج جهودهم وناتج المعاناة التي تحملوها خلال السنوات الماضية، ويحاولوا تحقيق أرباح غير حقيقية وغير مبررة. الدولة بتقوم بعمليات الرقابة لكل الأسواق وجميع المنافذ، وبتحاول إن هي أيضا تدخل في يعني كمنافس لتقديم السلع والخدمات للمواطنين حتى يكون هناك توازن في السوق ما بين القطاع الخاص وما بين قطاع الدولة اللي بتساهم في ضبط الأسعار، ودي أحد الوسائل اللي بتقوم بها الدولة إلى جانب الرقابة، هو توفير أيضا السلع والخدمات بأسعار مقبولة وبجودة عليها. نعم، طيب كيف هي نسبة الزيادة قياسا إلى الزيادة السابقة ومصادر تمويلها المتوقعة بتكلفة 18 مليار جنيه برأيك؟ كما ذكرت لحضرتك ان عمليه ترشيد الدعم كان ليها دور كبير جدا، لانه زي ما قلت لحضرتك انه مئات المليارات من الجنيهات كانت تذهب لموازنه عمليه الدعم، كان اغلب هذه الاموال بتذهب الى غير مستحقيها، والقياده السياسيه كان وضعت هدف اساسي انه الدعم يجب ان يصل الى مستحقيه. من يستحق الدعم هو الفئات الفقيره والفئات المهمشه والفئات الغير قادره، كل هذه الفئات كانت القياده السياسيه يعني على درايه كامله بها وبتهدف الى توصيل الدعم الحقيقي لهذه الفئات، لكن للاسف الشديد بسبب سوء التوزيع وبسبب بعض الممارسات وبعض الاجراءات اللي كانت بتتخذ كان بيذهب معظم هذه الاموال من الدعم الى غير مستحقين. توفير مبالغ كبيرة من عملية ترشيد الدعم، أيضا زيادة الإنتاج، وإذ لم يكن هناك زيادة مستمرة في الإنتاج لن تستمر زيادة الأجور، لأنه الإنتاج هو الشيء الحقيقي. عندما يكون لدينا إنتاج من السلع والخدمات وإنتاج جيد في كل المجالات نستطيع أن نصدر ونستطيع أن نحد من الاستيراد، كل ده بيوفر ملايين المليارات من الدولارات ومن الجنيهات. عندما ينخفض عملية الاستيراد من الخارج ويزداد عمليات التصدير من داخل مصر إلى خارجها كما حدث هذا العام، وهو أعلى معدل تصدير تصل إليه البلاد،
ده شيء ايضا بيحقق فائض كبير جدا جدا، بيعود هذا الفائض على المواطنين في صوره بيخش في موازنه الدوله، وبيعود على المواطنين في صوره زياده مرتبات وزياده اجور وتقديم خدمات افضل وتقديم وتحسين خدمات الصحه والتعليم والمرافق ايضا. فهنا عمليه الانتاج عمليه ضروريه، ترشيد الدعم كان اساسي وضروري، وكان يعني قرار جريء جدا من القيادة السياسية، لم تستطع الحكومات السابقة أن يعني تقترب منه، لكن بعمليات الدراسة الدقيقة والدراسة والأبحاث والدراسات لعمليات الدعم السابقة طوال السنوات السابقة، استطاعت القيادة السياسية أن تتخذ هذه القرارات وهي مرتاحة الضمير، وهدفها الأساسي هو رفع المعاناة عن المواطنين وتوصيل الدعم إلى مستحقيه الأساسيين. نعم، أشكرك أستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي، وأنتقل إلى أستاذة آية أشرف الصحفية بمجلة روز اليوسف. أستاذة آية، بالقياسات العالمية لمعدلات الأجور للدول التي تعيش في نفس ظروفنا الاقتصادية والمقارنة ما بين مستوى دخل الفرد ومستوى المعيشة، كيف ترين هذه الزيادة؟ صباح الخير، اهلا بحضرتك. انا شايفه ان القرارات الرئيسيه لرئيس السيسي بزياده الاجور دليل على نجاح البرنامج الاصلاح الاقتصادي، بالاضافه الى النجاح الكبير للمشروعات التي تقوم به الدوله المصريه، وان تلك القرارات سيكون لها تاثير كبير للحد من البطاله، خاصه ان قرار رئيس السيسي بتعيين 30,000 معلم، وغير كده ان زياده الاجور تساهم في زياده الاستهلاك ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي والتقدم في معدل النمو الاقتصادي. وغير كده كمان يعني حرص الرئيس السيسي على تعيين 30,000 معلم سنويا يساهم في رفع المستوى التعليمي. بما يواصل مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل. وغير كده أنا شايفة أهمية شمول قرارات الرئيس للعاملين بمنظومة الجامعات المصرية والبحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه، حيث اعتماد بحافظ اضافي جديد، يعني انا كمان شايفه تطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الاجمالي الى 3.1 مليار جنيه، وتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتب الاساتذه المتفوقين، يعني هيساعد كتير قوي عن نهوض منظومه التعليم الحالي والتعليم العالي وتحسين اوضاع العاملين، لان هذه القرارات تاتي في ضوء حرص الرئيس واهتمام القيادة السياسية به بالتطوير والإصلاح ورفع المعاناة من على كامل المواطنين ومواكبة للظروف الاقتصادية. طيب التخفيف عليهم. نعم، قرار تعيين المعلمين على مدى 5 سنوات حوالي 30,000 معلم، إلى أي مدى بيخدم العملية التعليمية في السنوات القادمة؟ إن هو هيساعد، يعني هيخدم العملية من ناحية هيساهم في رفع المستوى التعليمي. يعني احنا كده بنواكب خطه 2030 مع المتغيرات الاقتصاديه ومتطلبات سوق العمل. نعم، طيب استاذه ايه، كيف للعاملين بالدوله حساب نسبه الزياده المقرره في رواتبهم وفقا للدرجات الوظيفيه المختلفه؟ احنا هنا يعني هنا هيبقى اضافه جديده لتطوير المعلمين بقطاع التعليم هيصل ب 3.1 مليار جنيه، وتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الاساتذه المتفوقين سوف يساعد على النهوض بمنظومه التعليم العالي وتحسين اوضاع العاملين وتوفير لهم حياه كريمه وتخفيف عنهم. نعم، طيب يعني قياسا للزيادات السابقه، كيف ترين الزياده الحاليه؟ طيب فقدنا الاتصال ب ايه اشرف الصحفية بمجلة روز اليوسف. أتحول إلى دكتور محمد الشواتلي الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، تحية لسيادتك. يعني خلينا نسألك الأسئلة اللي ليها علاقة فعلا بالجانب الاقتصادي لشرح القرار أكتر. كيف يمكن للعاملين بالدولة حساب نسبة الزيادة المقررة في رواتبهم وفقا لدرجاتهم الوظيفيه المختلفه؟ هو حضرتك كل درجه وظيفيه لها حد ادنى من الاجور، فهو في هذه الحاله الناس اللي هي خاضعه لقانون العاملين في الدوله اللي هو 181 ده بيبقى 7%، الناس اللي غير خاضعين 13%، يعني بيجيب اساس مرتبه ويضرب 7%.
والثاني اللي هو غير خاضع للقانون تنظيم لقانون العميل بالدوله اساس مرتبه وبتضلها في 13%. طيب القرار الجديد زي ما حضرتك قلت بيخص المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه، ممكن تشرح لنا اكتر؟ هو حضرتك في قانون خدمه مدنيه بيشمل مجموع الوظائف اللي هي بتشرف زي التربيه والتعليم، زي الصحه، زي الاوقاف، زي الاسكان، وفي بعض الكوادر الخاصه زي اساتذه الجامعات او غيره، يبقى في هذه الحاله ده مخاطب بقانون العاملين بالدوله، وده غير مخاطب بالقانون لان ده هيئات خاصه بيحكمها قانون خاص بيها، خاص بكل هيئه. فاذا في هذه الحاله الدوله ارتأت ان هو تجني نجاح قصه الاصلاح الاقتصادي ومواجهه لاعباء المعيشه، وبالتالي في هذه الحاله الدوله رفعت حد الادنى للاجور من 2400، ولثاني مره كان الاول 2000 وبعدين 2400 وبعدين 2700، والنهارده بتزود مرتبات كمان الخاضعين للقانون الخدمه المدنيه بالدوله ب 7% وغير الخاضعين ب 13%. طبعا ممكن حد يسال هو ليه غير الخاضعين ب 13% وليه الخاضعين 7%؟ بالظبط. غير الخاضعين بيبقوا دايما اساس مرتبهم اضعف من العاملين بالدوله، لان غير الخاضعين مثلا بيبقى في داخل المؤسسه معدل الزياده اقل من الدوله، ففي هذه الحاله لو احنا جمعنا الاثنين هنلاقيهم تقريبا زي بعضهم او التفاوت بسيط جدا يعني. لان هو القانون العام بالدوله بيحكمه علاوه سنويه اعلى من قانون غير الخاضعين للدوله. طيب بالقياسات العالميه لمعدلات الاجور في الدول اللي بتعيش نفس ظروفنا الاقتصاديه، كيف ترى هذه الزياده؟ هو حضرتك طبعا مش هنقول بالنسبه للدول اللي موجوده في زينا، هنقول بالنسبه للاسعار اللي موجوده عندنا. عشان بس تبقى الامور واضحه، لان الاجور لما نيجي نحسبها احنا بالنسبه للعالميه، فواحد هيرد عليا يقول لي ده متوسط الاجور في امريكا 2000 دولار ومتوسط الاجور في النمسا مش عارف 700,000 دولار وهكذا، والسعوديه وغيره. فهنا الحقيقه ده مش بالمقياس، ليس مقياسا صحيحا. امال بنقيس احنا ازاي؟ بمستوى الاسعار عندنا، بمعنى ان احنا عندنا القوه الشرائيه للجنيه عندنا او الدولار بيساوي 15.5 جنيه. فاذا في هذه الحاله ما اجي اقول والله ان مصر فيها النهارده 320 رغيف بدولار واحد، فاعتقد ان الدولار في امريكا بيجيب رغيف واحد، في السعوديه بيجيب رغيفين، يبقى اذا في هذه الحاله قلنا ايه؟ احنا نقارن نفسنا بمستوى اسعارنا احنا. عشان كده نقول ايه؟ ان هو معدل التضخم عندنا في مصر النهارده 6%. وبالتالي في هذه الحاله معدل الزياده في الاجور 6.7%. يبقى اذا هنا ايه؟ الزياده في الاسعار هنا لمواجهه التضخم وارتفاع الاسعار. فلما اجي هنا اقول والله طب افرض نقول تركيا مثلا، هنقول معدل التضخم فيها مثلا 18%، فلازم يكون اجورها ترتفع 18%. فاذا في هذه الحاله هنا نقول ايه؟ لما نيجي نرفع الاجور بيبقى عندنا محددين، المحدد الاول هو معدل الانتاجيه، والمحدد الثاني هو مستوى الاسعار. فمعدل الانتاجيه عندنا معدل الناتج القومي عندنا 3.2 او 3.8، معدل النمو الناتج المحلي بتاعنا. فلما نيجي ندي 7% النهارده اعتقد ان هو في ضوء هذه النسب هو امر مقبول جدا ومعقول جدا بالنسبه للدوله المصريه. لكن ما نقدرش نقارن بين مستوى الاجور في مصر ومستوى الاجور في السعوديه، او مستوى الاجور في مصر ومستوى الاجور في الامارات، او مستوى الاجور في مصر ومستوى الاجور في امريكا او دول اوروبا. ليه؟ لان هناك هم عندهم مستوى الاجور اعلى، وبالتالي مستوى الاسعار اعلى ومستوى التضخم اعلى. فانا في هذه الحاله لما اقول النهارده الموظف المصري بياخد 7%، يعني هو في هذه الحاله ايه؟ هي مواجهه التضخم ومواجهه نسب التضخم، وهو امر في ضوء الاقتصاد القومي وفي ضوء الموارد الماليه للدوله وفي ضوء الامكانات اللي موجوده امر محمود. الامر الثاني ان هو في هذه الحاله كمان ان احنا عندنا كمان حاجات كثيره تمت، اللي هو الربط الوظيفي والتعيينات وغيره. امبارح الحقيقه كانت انفراجه الموازنه الجديده بتاعت 2022 و2023 الحقيقه فيها انفراجه قويه جدا، وهو فيها نظره هنا
لموظفين الدولة اللي هي كانت بتعاني خلال السنوات الأربع الماضية من عدم ثبات الأمور بتاعتها وما كانش في نظرة. لكن كان حتى المخطط للقرار أو متخذ القرار ما كانش يقدر يعمل غير كده. ليه؟ لأن كل جنيه أجر بينزل بلا إنتاجية بيزود حالة التضخم، فمحدش يقدر يزود الأجور. وده حصل حضرتك والسادة المشاهدين يفتكروا معايا في 2012 و2013 لما ارتفعت الأجور بثلاث مرات أو ثلاث أمثال أو مرتين على الأقل في كل موظف، التضخم اترفع ل 62%. فإذا في هذه الحالة المتخذ القرار هنا بيبقى دايما عينه على كل جنيه هينزله أجر هيعمل قد إيه تضخم، لأن في ناس ما عندهاش مرتبات وفي مستويات فقيرة، وكل جنيه هيديه أجر هيجيب لي قد إيه إنتاجية. فتضوء كده بيحسب المعدل ده، يعني هو إيه العملية رفع الأجور عملية مش سهلة ومش طبع عملة. رفع الأجور بيبقى أساسا لأن كل جنيه أجر لازم يجيب لي قد إيه إنتاجية في الشارع أو في الدولة المصرية. فأنا عندي معدل نمو النهاردة 3.5 ومتوقع السنة الجاية يجيب لي 5.8، وعندي معدل تضخم من 6 ل 7%. فتضوء كده، وعندي كمان موارد بدأت تكون الحصاد بتاع الإصلاح الاقتصادي يكون موجود. فتضوء كده تم تحديد هذه النسبة وهي نسبة صحيح. النهاردة ربما المواطن أو العامل يقول لك نسبة مش يعني لا تشبه مروري ولا تشبه حاجاته، لكن في ضوء المعايير القومية تعتبر نسبة مقبولة ونسبة جيدة، وده تدي التفاؤل للمصريين على أن القادم أفضل، وأن هناك في عام 25 و26 قد يكون هناك نظرة كلية للأجور كاملة مع قوانين الدولة ونظامها الأساسي. نعم، أشكرك دكتور محمد الشواتلي الخبير الاقتصادي، وكنا على مدى الدقائق الماضية نتابع التداعيات أو نحلل بمزيد من القراءة التفصيلية تداعيات الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 2700 جنيه. شكرا لمتابعتكم، وعلى رأس الساعة نوفيكم بنشرة مفصلة بأهم الأخبار.